بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 14. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب استقبال القبلة، يعني في الصلاة. المراد بالقبلة الكعبة المشرفة، واستقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، قوله تعالى: وحيث ما كنتم، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، في ثلاث آيات متقاربات من سورة البقرة. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى مكرر للتأكيد، استقبال القبلة، سواء كان المصلي عندها يراها أو كان بعيدا عنها لا يراها، في أي مكان من الأرض، المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، فإنه يتوجه في الصلاة إلى الكعبة، إلا في الأحوال المستثناة كما يأتي. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلاة كان يستقبل بيت المقدس بقاء على الأصل، لأن الأنبياء من بني إسرائيل صلون إلى بيت المقدس، استقبله النبي صلى الله عليه وسلم بقاء على هذا الأصل، إلا أنه كان يحب أن يستقبل الكعبة، لأنها قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولأنها أول بيت وضع للناس، فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل الكعبة، لكنه لم يؤمر بذلك. لما كان في مكة كان يجعل الكعبة بينه وبين الشام، ويصلي بين الركنين اليمانيين، يكون مستقبلا للكعبة ومستقبلا لبيت المقدس، لأن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة، صلاها في مكة. فلما هاجر إلى المدينة استمر صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، ولكن لا يتمكن أن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، لأنه يقع عنها شمالا، تكون خلف ظهره، فكان يصلي إلى بيت المقدس، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، لكنه ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى. لما كان في السنة الثانية من الهجرة، يعني استمر 16 شهراً أو أكثر يصلي إلى بيت المقدس في المدينة، لما كان في السنة الثانية وكان في صلاة الظهر
أمره الله أن يتوجه إلى الكعبة، أمره الله أن يتوجه إلى الكعبة، فاستدار واستدار معه المسلمون إلى الكعبة وهم في الصلاة، وذلك في مسجد بني سلمة الذي يسمى الآن مسجد القبلتين. فاستدار صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة لأنه ذهب لزيارة بني سلمة أو لزيارة مريض، فصادف الصلاة فصلى، ثم حولت القبلة إلى الكعبة وهو في أثناء الصلاة استدار إليها، حينما أنزل الله عليه قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. أهل الكتاب يعلمون أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قبلته الكعبة، يجدون هذا في كتبهم، يجدون هذا في كتبهم، لكنهم يجحدونه. وإن الذين أوتوا الكتاب يعني من اليهود والنصارى لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فعند ذلك ثارت ثائرة اليهود ووجدوها فرصة للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وأنهم غيروا القبلة، قبلة الأنبياء، وأنهم. ولهذا قال جل وعلا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلته وما بعضهم بتابع قبلة بعض. حتى هم مختلفين، النصارى يصلون إلى المشرق واليهود يصلون إلى المغرب إلى بيت المقدس، هم مختلفون فيما بينهم ولا يتبع بعضهم بعضا. فلا تطمع أيها الرسول في أنهم يتبعونك ويتبعون قبلتك، ما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم، هم يتبعون الهوى، هم يتبعون الوحي. وإلا المفروض في المسلم أنه يدور مع الوحي، وافق هواه أو لم يوافق هواه، المسلم يدور مع الوحي، مع أمر الله سبحانه وتعالى. أما غير المسلم فإنه يدور مع هواه وإن خالف الوحي. وهذا شأن اليهود والنصارى، أنهم مع أهوائهم لا مع الوحي. ولهذا قال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذا كله تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يكترث بما يقوله اليهود من النيل من الإسلام والمسلمين، لا يكترث بذلك، لأنه ناشئ عن هوى، وصاحب الهوى ما أنت برادة عن هوى مهما فعلت، اللي ما هو بقصده الحق لا تحاول معه، ما هو راجع عن هوى، إنما يرجع إلى الحق الذي يريد الحق، الذي يدور مع الحق حيثما دار، هذا هو الذي إذا بينت له يقبل لأنه يريد الحق. أما صاحب الهوى فهذا لا تطمع
في أنك ترده عن هواه، لأنه رفض الحق ويبتلى بالزيغ والعياذ بالله، فساد القلب فلا يقبل الحق. هذا أصل تحويل القبلة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم. لما حولت القبلة إلى الكعبة وكان أناس من المسلمين يصلون إلى بيت المقدس وماتوا قبل تحويل القبلة، ندم أقرباؤهم عليهم وقالوا كيف بأمواتنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تطمينهم في هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي يضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنها صلاة صحيحة مقبولة عند الله عز وجل قبل أن تحول، هي صحيحة ومقبولة، فصلاتهم صحيحة فلا تخافوا عليه. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وهذا استدل بها أهل السنة على أن العمل داخل في الإيمان، لأن الله سمى الصلاة إيمانا، دل على أن العمل داخل في الإيمان، لا أنه من لوازم الإيمان كما يقوله المرجئة، أو شرط للإيمان كما يقوله المرجئة، بل هو من حقيقة الإيمان. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، تكون من هذه الثلاثة، فإن نقص منها شيء لم يصح الإيمان. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم. باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. نعم، هذا الحديث في بيان جواز التنفل على الراحلة في السفر أينما توجهت به، وأنه لا يلزمه استقبال الكعبة، بل يصلي إلى جهة سيره النافلة، يسبح يعني يصلي، لأن الصلاة تسمى تسبيحا وسبحة، تسمى تسبيحا وسبحة، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، وقبل الغروب يعني صلاة العصر، فالصلاة تسمى تسبيحا. تسبيح أصله التنزيه لله سبحانه وتعالى، ولأن الصلاة تشتمل على التسبيح في الركوع والسجود فسميت تسبيحا، أي تنزيها لله سبحانه وتعالى. فكان يسبح يعني يصلي النافلة على راحلته عليه الصلاة والسلام، فهذا من تيسير الله عز وجل، فالذي يريد صلاة الليل يسر الله له، لا يجلس يصلي ويترك السير في السفر، ولا يسير في السفر ويترك الصلاة النافلة، بل يسر الله له في أن يجمع بين السير وصلاة النافلة، والنافلة أوسع من الفريضة، النافلة أوسع من الفريضة، فهذا من تيسير العبادة على الناس،
لأنه إن جلس يصلي انقطع السفر وتأخر، وإن ترك الصلاة انحرم من العبادة. فالله جمع له بينهما، بين السير والصلاة في النافلة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. فالمسافر يصلي أينما توجهت به راحلته أو سيارته أو مركوبه، صلي صلاة الليل ويوتر الوتر إلى الجهة التي كان يسير إليها، هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في النافلة. أما الفريضة، لأن الفرائض قليلة فلا بد أن يصليها إلى القبلة، ولا يصلي وأيضا يصليها على الأرض ولا يصليها على الراحلة، لكن عدد الفرائض قليل ما يعطله عن السير، فلذلك الفريضة تصلى على الأرض وتصلى إلى جهة القبلة، أما النافلة فهي أوسع في هذا الأمر. نعم. وفي رواية كان يوتر على بعيره. نعم، الوتر أيضا مثل النافلة، لأنه هو نافلة، الوتر نافلة، سنة مؤكدة وليس فريضة، فيصلى على الراحلة إلى أينما توجهت به مثل صلاة النافلة، وإن كان الوتر أوكد من النافلة. نعم. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. نعم، هذا الحديث برواياته دل على جواز صلاة النافلة على المركوب، على المركوب من الدواب إلى حيث توجهت، وسواء الوتر وغيره. ثانيا، فيه أن الفرائض لا تصلى على المركوب، وإنما تصلى على الأرض ويستقبل بها القبلة، فهي تخالف النافلة. وفي الحديث دليل على يسر الإسلام، وأنه لا يشق على الناس في العبادات حيث أتاح لهم النوافل على الراحلة وإلى غير القبلة، لأن ذلك يعوقهم عن سيرهم. وفيه أيضا في الحديث أنه يومي بالركوع والسجود على الراحلة، يومي برأسه بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه كما جاء في بعض الروايات، لا يومي بيده وإنما يومي برأسه للركوع ثم يومي للسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وأما الذي يصلي في السفينة أو بالسيارة فهذا ليس مثل الذي في على الراحلة، هذا يصلي إلى القبلة، يصلي إلى القبلة، إلا إذا كان هو سائق السفينة أو سائق السيارة، هذا يصلي حيث توجهت به. أما الركاب فهم يستديرون إلى القبلة، لأن هذا لا يشق عليهم، على السيارة، على الطائرة، على السفينة، لأنهم كأنهم في حجرة. لكن إن كانوا يستطيعون القيام يجب عليهم القيام، وإن كانوا لا يستطيعون القيام فإنهم يصلون قعودا،
ويسجدون على أرضية السفينة أو أرضية السيارة أو أرضية الطائرة، يسجدون لأنه بإمكانهم هذا. والركوع يومئون به وهم جلوس. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. نعم، هذا الحديث فيه أن أهل مسجد قباء، وقباء هو المحلة التي تقع جنوبي المدينة، أول في أول المدينة، تقع على أميال جنوبي المدينة، على أميال من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في قباء عند أهل قباء، وأسس لهم المسجد، مسجد قباء، وصلى فيه صلى الله عليه وسلم، ثم تحول إلى المدينة ونزل في مكان مسجده وبناه عليه الصلاة والسلام. فهذا مسجد قباء هو أول مسجد بني بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أي تصلي فيه، وهو مسجد قباء على المشهور. وقيل مسجد الرسول، ولكن الآية عامة تشمل هذا وهذا، تشمل مسجد قباء وتشمل مسجد الرسول، فهما أول مسجد أسس على التقوى، بخلاف مسجد الضرار فإنه أسس على غير تقوى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بناه على تقوى، على نية خالصة لله عز وجل من أصحاب هذا المسجد وهم الأنصار رضي الله عنهم، فأثنى الله عليهم وأمر نبيه أن يصلي فيه. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج في كل سبت، في كل يوم سبت يخرج من المدينة إلى مسجد قباء ويصلي فيه امتثالا لأمر النبي، لأمر الله جل وعلا. فصارت الصلاة في مسجد قباء مستحبة، وأنه يقصد للصلاة فيه لأنه مسجد مبارك أسس على التقوى، فيستحب لمن كان بالمدينة سواء كان من أهلها أو كان من الطارئين عليها، استحب له أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ما تيسر. أما غيره من مساجد المدينة، غيره غير مسجد الرسول من مساجد المدينة، فلا تقصد للصلاة فيها، وإنما هي كغيرها من المساجد، ليس لها مزية ما عدا المسجدين، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، فبقية مساجد المدينة ليس لها مزية ولا يجوز قصدها للصلاة فيها، فإن هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وفي هذا الحديث أن أهل قباء كانوا يصلون العصر أو الفجر، على روايات، في الرواية أنهم يصلون الفجر مستقبلين بيت المقدس على الأصل. فجاءهم رجل
من الصحابة وأخبرهم أن الله جل وعلا أنزل على نبيه قرآنا في استقبال الكعبة المشرفة فاستقبلوها، قال لهم فاستقبلوها، فاستداروا وهم في الصلاة إلى الكعبة، أول صلاتهم إلى مسجد الشام وآخر صلاتهم إلى الكعبة. فهذا فيه دليل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه العمل بخبر الواحد، إذا كان ثقة فأهل قباء عملوا بخبر هذا الواحد، وهو يفيد العلم ويفيد اليقين، لا كما يقوله علماء الكلام أن خبر الواحد يفيد الظن، لا، خبر الواحد إذا صح يفيد اليقين، لأن الصحابة قبلوه وبنوا عليه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل مراسيله أفرادا إلى أمرائه ولم يكن يرسل جماعات، فدل على قبول خبر الواحد وأنه يفيد العلم ويجب العمل به. هذه مسألة، وهي مسألة أصولية. ثانيا فيه أن أهل قباء بنوا على الأصل قبل أن يبلغهم الناسخ، فصلوا أول صلاتهم إلى الشام عملا بالأصل، فلما بلغهم الناسخ عملوا بالناسخ وتركوا المنسوخ. هذا في دليل على أنه يجب العمل بالناسخ وترك المنسوخ. وفيه دليل على أنه من لم يبلغه الناسخ وبقي على الأصل أن عمله صحيح. من لم يبلغه الناسخ وبقي على الأصل أن عمله صحيح، ولهذا لم يعيدوا صلاتهم، ولم يكن أول صلاتهم باطلا، لأنهم قد بنوا على الأصل قبل أن يبلغهم الناسخ. فدل على أن العمل بالأصل قبل أن يبلغ الناسخ أنه عمل صحيح، وأنه لا يجب التحول عن الأصل إلا بعد العلم بنسخه. وهذه أيضا مسألة أصولية أخرى. ثالثا فيه جواز الحركة في الصلاة، لأنهم استداروا ولم تبطل حركتهم، واستدارتهم لم تبطل الصلاة، فالحركة إذا كانت من مصلحة الصلاة أو للضرورة فإنها لا تبطل الصلاة، فإنهم استداروا وهم في صلاتهم. نعم. وفي الحديث فضل أهل قباء، وأنهم لما بلغهم الخبر أنهم لم يترددوا في قبوله ولم يتساءلوا ولم يقولوا لماذا حولت القبلة وش السبب. والواجب على المسلم أنه إذا بلغه كلام الله أو كلام رسوله أنه لا يجادل ولا يماري، بل يقبل ويمشي مع الدليل من غير ما تردد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا هو مقتضى الإيمان والتسليم. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم
قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. نعم، هو كما ذكر. عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. نعم، هذا الحديث مثل الحديث الأول، ولو أن المصنف جعله بعد الحديث الأول لكان أنسب، لأنه يشابهه، وهو أن أنس بن سيرين وهو أخو محمد بن سيرين، لما قدم عليهم أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، قدم عليهم من الشام على أهل العراق، خرجوا يستقبلونه. هذا فيه استقبال أهل العلم واحترامهم، فإنهم خرجوا يستقبلون أنس بن مالك رضي الله عنه لصحبته لرسول الله ولعلمه، ففيه توقير العلماء واستقبالهم. فرأوه يصلي على حماره، يعني نافلة، يصلي النافلة على حماره، هذا فيه دليل على جواز الصلاة على الدابة كما سبق، صلاة النافلة على الدابة وهو يسير، وفيه دليل على جواز الصلاة على الحمار ولو كان الحمار نجسا، ففيه أن الصلاة على ظهره صحيحة ولو كان الحمار في نفسه نجسا، لكن هذا لا يحصل منه شيء على الراكب، لا يحصل منه ولا يتعدى منه نجاسة على الراكب، فهذا فيه، وفيه دليل على أن عرق الحمار طاهر، العرق طاهر، لأنه لا بد أن الحمار يعرق، لا بد أنه يعرق من الركوب، ففيه المسامحة بعرق الحمار وأنه لا بأس به، وفيه أن النافلة للمسافر لا يلزم أن تكون إلى جهة القبلة، لأن أنسا كان يصلي إلى غير جهة القبلة، وأخبر أن ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وفيه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الاحتجاج بالفعل، بفعل الرسول، لأن سنة الرسول إما أن تكون قولا وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون تقريرا، وكل ذلك حجة. وهم وأنس رضي الله عنه استدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي مثل قوله ومثل تقريره، حجة. نعم. باب الصفوف. نعم، باب الصفوف. نعم، لما كانت صلاة الفريضة تجب لها الجماعة، كما سبق في باب وجوب صلاة الجماعة، وكان الجماعة يكونون صفوفا خلف الإمام،
ناسب أن يذكر الأحاديث المتعلقة بأحكام الصفوف، أحكام الصفوف في الصلاة، وسيذكر بعده الأحاديث المتعلقة بالإمام، فهذا تابع لصلاة الجماعة، هذه الأبواب تابعة لصلاة الجماعة. فالصفوف في الصلاة مأمور بها، لأن الملائكة عليهم السلام يصفون عند الله سبحانه وتعالى، والصافات صفا عن الملائكة يصفون عند الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تصلون كما تصلي الملائكة عند ربها؟ قالوا: وما صلاتهم؟ قال: يكملون الصف الأول فالأول. فالملائكة يصفون لعبادة ربهم، وكذلك بنو آدم المسلمون يصفون للصلاة ولا يتفرقون ويتشتتون. وصلاة الجماعة فيها حكم عظيمة، ومن حكم الصفوف تآلف القلوب فيما بينهم، يكونون صفا واحدا، غنيهم وفقيرهم وملكهم وصعلوكهم وكبيرهم وصغيرهم فيه التآلف واجتماع الكلمة بين المسلمين، وأنهم جسد واحد وبنيان واحد. نعم. باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. نعم. عن النعمان بن بشير فيه، نعم، عد الحديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، تسوية الصفوف تعديلها، تسوية الصفوف تعديلها بحيث لا يتقدم أحد على أحد كما يأتي. قيل: وأيضا من تسوية الصفوف سد الهرج، بحيث لا يكون فيها هرج وفتحات، فهذا أيضا يدخل في تسوية الصفوف. فقوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، يعني عدلوها، ففيه مشروعية تعديل الصفوف والنهي عن اختلافها وتقدم أو التقدم والتأخر في الصف، بل يكونون على سمة واحد بمحاذاة المناكب والأكعب. تسوية الصفوف تكون بمحاذاة المناكب وبمحاذاة الأكعب، هذه تسوية الصفوف. نعم. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم. نعم. فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هذا تعليل، لما أمر صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف وهو تعديلها وسد الفرج فيها، بين الحكمة في ذلك، فقال: إنه من تمام الصلاة، دل على أن اختلاف الصف يكون نقصا في الصلاة، وأن تسوية الصفوف واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسبون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: يا عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم، وهذا كالحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله قال صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وفي هذا الحديث الوعيد الأول فيه الأمر بتسوية الصفوف، والأمر يفيد الوجوب. وفي هذا الحديث الوعيد على من خالف هذا الأمر، الوعيد على من خالف هذا الأمر: لتسوون صفوفكم، أي لتعدلنها، واللام موطئة للقسم، ففيه قسم مقدر تقديره والله لتسوون صفوفكم، اللام لام القسم. أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يعني إن لم تسووا صفوفكم فإن الله يعاقبكم بأن يخالف بين وجوهكم عقوبة لكم. والمخالفة بين الوجوه، المراد بالوجوه قيل المراد القلوب، يخالف بين قلوبكم، يحصل بينكم العداوة والبغضة واختلاف الرأي والتشتت. أما إذا سويتم صفوفكم فهذا يحصل به المحبة واتفاق الرأي والتربية على الاجتماع، التربية على الاجتماع، اجتماع الكلمة واجتماع القلوب. فالمراد بيخالف بين وجوهكم أي يخالف بين قلوبكم، فيحدث بينكم الشر والبغضة. أما إذا حاذيتم الصفوف فإن هذا يسبب المحبة فيما بينكم، يسبب اجتماع الكلمة، يسبب احترام بعضكم لبعض. فهذا فيه بيان الحكمة أيضا. الحديث اللي قبله: تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وهذا فيها أن من الحكمة أيضا اجتماع القلوب وائتلاف القلوب في تسوية الصفوف. وقيل المراد: أو لو يخالفن الله بين وجوهكم، بمعنى الوجوه الحقيقية، خالفن الله بين وجوهكم أي يحول وجوهكم عن صورة الآدمي إلى صورة الحيوان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الذين يرفعون رؤوسهم قبل الإمام، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار المسخ. فهذا فيه تهديد بالمسخ، مسخ الوجوه، تحويلها من وجوه آدميين إلى وجوه قردة وخنازير أو حمير. وعلى الأول المراد بالوجوه القلوب، ويكون المقصود يخالفن الله بين قلوبكم، بين وجوهكم أي قلوبكم، فتختلف آراؤكم ونياتكم ومقاصدكم. وكلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح. وفيه أن هذا مسؤولية الإمام، أن تسوية الصفوف مسؤولية الإمام، وأنه يجب على الإمام أن يتعاهد الصفوف حتى تستقيم وتعتدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بها ويأمر بتسويتها وينهى
عن مخالفتها. فالإمام مسؤول عن هذا. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي بينهم في الصف كما يسوي القداح، وهي خشب السهام، لأن خشب السهام تكون متساوية، إذ لو لم تتساوى لم يصب السهم الرمية، لا بد أن تكون القدح مساويا للسهم حتى يصيب، حتى يصيب الغرض. فإذا كان القدح مخالفا للسهم إنه لا يصيب الغرض. فهذا من باب التشبيه، كأنما يسوي بها القداح، جمع قدح، وهو خشبة السهم، ويقال له النصل، نصل السهم. حتى إذا رأى أن قد عقلنا، يعني قد فهمنا هذا الشيء والتزمنا به، رأى مر أراد أن يكبر عليه الصلاة والسلام، فرأى مرة رجلا واحدا في الصف باديا صدره، يعني متقدما على غيره في صدره فقط، فإنه غضب صلى الله عليه وسلم وقال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، كما سبق. ولكن فيه زيادة أنه لو كانت المخالفة من واحد فإنه لا يسمح بها، أن يكون جميع من في الصف متساوين، لا يتقدم أحد على أحد ولا يتسامح في الواحد. فكيف إذا كان أكثر من واحد، المخالفة أكثر من واحد، فإن انتظار العقوبة أقرب. وفيه أن الخطأ إذا وقع من واحد، المخالفة إذا وقعت من واحد فالعقوبة تعم الجميع، العقوبة تعم الجميع. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ففيه أنه إذا حصلت المخالفة من واحد ولم ينكر عليه فإن عقوبة المعصية تصيب الجميع، لأنهم لم ينكروا عليه ولم يعلموه، وهذه مسؤولية عظيمة، لا يتساهل الناس في هذا الأمر. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فليصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة. نعم، هذا الحديث بروايته الأولى فيه أن مليكة اسم امرأة، قيل هي جدة أنس بن مالك، أنس بن مالك أمه أم سليم، وهي الرميصة بنت ملحان، فهذه أمها مليكة، فتكون جدة لأنس. وقيل: لا، إن مليكة ليست جدة لأنس، وإنما هي جدة للذي روى عن أنس، وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وجدته مليكة. ولو أن الراوي ذكر إسحاق لزال اللبس،
لزال اللبس. على كل حال ما يهمنا هذا، هل هي جدة أنس بن مالك أم أمه أو هي جدة إسحاق، هذا لا يهمنا. الذي يهمنا أن أم أنس أم سليم رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعته إلى بيتها فأجابها صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه إجابة الدعوة، إجابة دعوة المسلم، وهذا من حقوق المسلم على المسلم، إذا دعاك فأجبه. ولو كان الداعي امرأة ما لم يكن هناك فتنة، إذا كان هناك فتنة فلا، أما إذا لم يكن هناك فتنة فإنه تجاب وإن كانت امرأة، إذا كان عندها من تزول به الخلوة والريبة فإنه تجاب ولو كانت امرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة أم سليم، فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، تواضعه مع أصحابه حتى إنه يجيب دعوة المرأة الصحابية. وفيه مشروعية الصلاة في المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في البيوت، في البيوت خاصة. وهذه المسألة فيها تفصيل، المكان الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه، قصد الصلاة فيه لأجل أن يصلي فيه صاحب البيت تبركا به صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مشروع لأنه صلى الله عليه وسلم مبارك. أما المكان الذي صلى فيه الرسول من غير قصد وإنما صادفته الصلاة فصلى فيه، مثل صلوات صلى الله عليه وسلم في البر والأسفار وفي المساجد، فإذا كان صلى في مكان من غير قصد وإنما هو مصادفة فقط فهذا لا ليس له ميزة على غيره، ولا يتبرك، ولا يتبرك به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أمكنة كثيرة، في أسفاره وفي حضره، وما كانوا يذهبون إلى الأمكنة التي صلى فيها طلبا للبركة، وإنما هذا شيء خاص في المكان الذي قصده للصلاة لأجل أن يصلي فيه صاحب البيت تبركا به صلى الله عليه وسلم. وكما سبق لكم أنه يجوز التبرك بمن فصل منه صلى الله عليه وسلم من شعر أو من عرق أو من ريق أو من فضل الوضوء، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وكذلك المكان الذي قصد الصلاة فيه لأجل البركة فهذا يتبرك به. وأما ما يصلي فيه الصالحون والأئمة والعلماء والصحابة، الصحابة أيضا إذا صلوا في مكان فلا يتبرك به، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يؤخذ هذا الحديث لأهل الخرافة أن كل مكان صلى فيه الرسول أو صلى فيه رجل صالح أو صحابي أنه يعتاد للتبرك به والصلاة فيه، هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرسول صلى في هذا المكان قصدا بناء على طلب من أم سليم، وكذلك صلى في بيت عتبان بن مالك أيضا لما طلب منه ذلك أن يخص مكانا من بيته يصلي فيه، ليصلي فيه عتبان، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وقائع خاصة، وقائع خاصة لا عموم لها، فينبغي معرفة
هذه المسألة، لأنها يشبه بها كثير من الخرافيين الذين يتتبعون الآثار ويحيون الآثار ويتبركون بها، فلا حجة لهم في ذلك والحمد لله، كما بين أهل العلم والتحقيق. قوله فقمت، قال قوموا فلأصلي لكم، قوموا فلأصلي لكم، أصلي لأن اللام لام كي، لام تعليل تنصب ما بعدها، وروي فلأصلي لكم على أنها لام الأمر، صلي لكم يعني أصلي بكم، صلي لكم يعني أصلي بكم، فاللام تأتي بمعنى الباء كما في قول الصحابي صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، صلى لنا يعني صلى بنا، فقوله فلأصلي لكم أي أصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير، يعني فراش من الخوص، قمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، أي من طول ما افترش، من طول الاستعمال اسود، فقام ونضحه بالماء من أجل أن يلين عن اليبوسة، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الحصير ويصلي على الأرض ولا يتكلف شيئا، وإنما يصلي على حسب ما تيسر، على الحصير، على الأرض، على السجادة، على ما تيسر، ما كان صلى الله عليه وسلم يتكلف شيئا للصلاة. فقام عليه صلى الله عليه وسلم، وقمت أنا ويتيم خلفه، اليتيم هو الصغير الذي لم يبلغ، من مات أبوه، اليتيم من بني آدم من مات أبوه وهو دون البلوغ، هذا هو اليتيم من بني آدم. قمت أنا ويتيم خلفه، هذا أولا فيه جواز صلاة الجماعة في النافلة، جواز صلاة الجماعة في النافلة، ولكن في بعض الأحيان لا يداوم على هذا، وإنما في بعض الأحيان، فيجوز صلاة الجماعة في النافلة بعض الأحيان دون مداومة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مصافة الصبي خلف الإمام، وأن الصبي يسد الصف، وأن من صافه لا يكون فذا بل يكون صفا خلف الإمام، خلافا لمن يقول لا، إن الصبي لا تصح مصافته ومن صف معه فقط يكون فردا. لا، الصبي إذا كان مميزا تصح صلاته، فإنه تصح مصافته، فلو جئت خلف الصف ومعك صبي مميز يجوز أن تقوم خلف الصف أنت وإياه ولا تكون فذا، لأن أنسا صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو وهذا اليتيم، ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك. وفيه أن موقف المرأة يكون خلف الرجال ولو كانت واحدة، موقف المرأة يكون خلف الرجال ولو كانت واحدة، ولا تصف مع الرجال ولو كانت كبيرة السن. قمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، في رواية والعجوز خلفنا ولو كانت كبيرة السن، لا تصف مع الرجال ولو كانت واحدة، فيصح أن تصف وحدها خلف الصف، خلاف الرجل فإنه لا يصح أن يصف وحده خلف الصف. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. ثم صلى بهم وانصرف صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة. قيل انصرف يعني انصرف إلينا، وقيل انصرف يعني من البيت، خرج من البيت. نعم، الحديث اللي بعده عن ابن عباس
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة. بت صلى الله عليك. بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. نعم، وهذا الحديث أيضا فيه جواز الجماعة في النافلة في صلاة الليل، لكن كما ذكرنا لا يداوم على ذلك، إنما يفعل هذا في بعض الأحيان. فهذا ابن عباس وكان صغيرا، كان صغيرا، بات عند خالته ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وكانت الليلة التي بات عندها هي ليلة النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فبات معهم هذا الصبي. وخالته ميمونة بنت الحارث، لأن أم ابن عباس هي أم الفضل بنت الحارث أخت ميمونة، ميمونة خالة له وخالة لخالد بن الوليد رضي الله عنهم. فهذا الصبي جاء يزور خالته، ومن حرصه على العلم ومن حرصه على الاستفادة من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراقبه وهو نائم، وهو طفل صغير، كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل وصف عليه الصلاة والسلام، قام هذا الطفل وتوضأ وجاء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وقف عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره وجعله عن يمينه. فهذا فيه دليل على صلاة الجماعة في النافلة بعض الأحيان، وفيه دليل على مصافة الصبي أيضا كما سبق مع اليتيم، وأن الصبي يتمم الجماعة إذا كانوا اثنين، واحد كبير وواحد صبي مميز، فإنها تتم بهم صلاة الجماعة. وفيه أن موقف الواحد مع الإمام يكون عن يمينه، يكون عن يمينه لا عن يساره. وفيه جواز الحركة في الصلاة للحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من وراء ظهره، وهذه حركة تجوز إذا كانت للحاجة. نعم. باب الإمامة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: الذي يركب الطائرة ثم تدركه الصلاة، هل يصلي وإن لم يكن باتجاه القبلة؟ كما سمعتم، الذي في الطائرة هذا كأنه في حجرة، يصلي إلى القبلة، توجه إلى القبلة ويصلي قائما إذا أمكن، فإن لم يمكن صلى قاعدا متوجها إلى القبلة، ويسأل عن القبلة، فإذا عرف جهتها يصلي إليها، لأنه مثل الجالس في الحجرة أو مثل الراكب على الدابة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا صلى الرجل على راحلته هل يلزم استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؟ نعم، ورد في بعض الروايات أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، وقال به بعض العلماء، لكن هذا الحديث التي سمعنا ليس فيها ذكر أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، دل على جواز ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا صلى الشخص إلى غير القبلة جاهلا ثم أخبره شخص نحو القبلة، هل يقطع صلاته أم يستدير نحو القبلة دون قطعها؟ هذا يختلف، إن كان في بر واجتهد أو عمل جهده وتحرى القبلة وصلى، إن صلاته صحيحة، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك،
ولو أخبر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستدير وتصح صلاته. أما إذا كان في بلد فلا تصح صلاته إلى غير القبلة، لأنه بإمكانه أن يسأل، بإمكانه أن يذهب إلى المسجد ويشوف المحاريب، يشوف المحراب، فهذا لا عذر له، لا عذر له في خطئه في التوجه إلى القبلة، لأنه يمكنه الاهتداء إليها. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يشد الرحال إلى قباء؟ لا، لا يسافر إلى قباء، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هذا حصر، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة. هذا حصر. لكن مسجد قباء لمن كان بالمدينة، سواء كان ساكنا فيها أو كان وافدا إليها، يذهب ويصلي في مسجد قباء من غير سفر. نعم. أما أنك تسافر من الرياض فبتصلي مسجد قباء، هذا بدعة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة في السفر، فكيف نجمع بين هذا وبين تركه للنوافل في السفر؟ هذيك الرواتب، يترك الرواتب اللي مع الفرائض، أما قيام الليل والوتر وركعتي الفجر فلم يكن يتركها لا حضرا ولا سفرا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو مقدار انحراف القبلة بالأمتار؟ وهل المسجد الذي انحرف عن القبلة بمقدار 5 أمتار تجوز الصلاة فيه؟ هذه مسألة معروفة، أن من كان يشاهد الكعبة فلا بد أن يصلي إليها ولا ينحرف عنها، فإن انحرف عنها فصلاته باطلة. اللي في داخل المسجد الحرام ويشوف الكعبة لا بد أن يستقبل عينها ولا ينحرف عنها. أما الذي لا يراها بعيدا عنها خارج المسجد الحرام، فهذا يصلي إلى الجهة التي فيها الكعبة ولو انحرف عنها. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالبعيد عن الكعبة يستقبل الجهة التي فيها الكعبة ولو انحرف يسيرا، لو انحرف يسيرا فالانحراف مغفور. أما إذا انحرف كثيرا وصارت القبلة وراء ظهره أو إلى جنبه فهذا تبطل صلاته. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الصلاة على الدابة مخصوصة في حال السفر؟ إيه، وأنت بتصلي على الدابة وأنت بدارك؟ لا بد أنه في حال السفر. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان المسافر على راحلته، هل الأفضل أن يصلي على النافلة؟ هل الأفضل أن يصلي النافلة على راحلته أم يقف فيصلي ليؤدي الصلاة على أكمل وجه؟ هذا تكلف، أنه يعطل السير ويقول بصلي على أكمل وجه. هذا أكمل وجه، صلاتك على الراحلة أخذا برخصة الله هو على أكمل وجه، فاقبل من الله تيسيره ورخصته وصل على الراحلة. الحمد لله. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تصف المرأة بجانب زوجها في البيت في صلاة النافلة؟ وهل هذا خاص بالزوجة أم جميع المحارم؟ والله ظاهر الحديث الذي سمعنا أنها تصف خلف الرجل، سواء كان زوجها أو محرمها، هذا هو ظاهر الأحاديث. لكن بعض الفقهاء يقول لا مانع إذا كانت من محارمه أنها تصف إلى جنبه، ولكن هذا يخالف ظاهر الأحاديث. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: تسوية الصفوف من مقدم القدم أم من مؤخرها؟ لأن في بلادنا يسوون من مؤخر القدم. القدم لا عبرة بها، لأن الأقدام تختلف، بعضها طويل وبعضها قصير. العبرة بالكعب، مساواة بالأكعب والمناكب، هذا محل المساواة، المناكب والأكعب. أما القدم فمنها شيء طويل ومنها شيء قصير ومنها شيء مقطوع، تختلف. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل إلصاق القدم بالقدم من جانبه من تسوية الصفوف؟ لأن هناك من يتضايق عند إلصاق القدم بالقدم. لا يجوز لك أن تضايق من بجنبك، تقول بلصق القدم بالقدم، ما ورد إلصاق القدم بالقدم، إنما الذي ورد المحاذاة، ولا يكون بينهم فرج يدخل منها الشيطان، خلل مبين. أما الخلل اليسير الذي لا بد منه بين الاثنين الواقفين، هذا يتسامح به. وبعض الإخوان يفحج ويأخذ موضع رجلين علشان يلصق اللي بجنبه منه واللي بجنبه منه، ويأخذ موضع رجلين في فحج قدميه ويضيق على هذا وهذا، هذا ما يجوز، وليس هذا مشروعا، وهذا من التكلف. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: صليت الظهر في البيت نحو الشمال ناسيا، فلما صليت ركعتين تذكرت ثم اتجهت نحو القبلة وأكملت صلاتي، فهل فعلي هنا صحيح؟ لا، ما هو صحيح، لأنه بإمكانك تسأل، بإمكانك تشوف المساجد، فلست معذورا في انحرافك عن القبلة إلى جهة الشمال، فتعيد الصلاة، تعيد الصلاة، لأنك غير معذور في توجهك إلى غير القبلة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب قبل استقامتي لا أصوم بعد رمضان. أنا شاب قبل استقامتي. قبل استقامتي. استقامتي ولا استقالتي؟ لا، يقول استقامتي. استقالته من الوظيفة يعني؟ ها؟ لا، يقول استقامة. استقامتي، ها؟ نعم. يعني توبته. اي نعم. اي نعم. أسأل الله إليك. أنا يقول: أنا شاب قبل استقامتي لا أصوم بعد رمضان. بعض رمضان. أي. وكذلك الصلاة أتركها أحيانا، فهل علي قضاء هذه الأيام التي أفطرتها، علما بأنها كثيرة وفيها مشقة؟ ما هو بالنظر إلى الكثرة والمشقة، النظر إلى وجود الصلاة. إذا كنت لا تحافظ على الصلاة، تترك بعض الصلوات، فأنت لست على الإسلام، حتى لو صمت صيامك غير صحيح، لأن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يخرج من الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فإذا كنت تترك الصلاة ولو بعض الصلوات متعمدا فإن توبتك تكفي. إذا تبت توبة صحيحة، دخلت في الإسلام من جديد وتبت، تحافظ على الصلاة والصيام في المستقبل. أما ما مضى لا تقضيه، لأنه راح مع الردة والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: فتاة تريد عمل حفلة لملكتها. فتاة تريد عمل حفلة لملكتها وعمل الزواج عائلي، فما رأيكم؟ ما فهمت السؤال، أعد السؤال. يقول: فتاة تريد عمل حفلة لملكتها عند العقد الملك. اي نعم. نعم. وعمل الزواج عائلي. ها؟ والزواج عائلي. اي نعم. الوليمة تقام إما عند عقد النكاح وإما عند الدخول. الوليمة سنة وتقام إما عند عقد النكاح وإما عند الدخول.
وإذا عملت شيئاً مختصراً، عشاءً مختصراً للحاضرين من أقاربها عند عقد النكاح، هذا لا يسمى وليمة، هذا ما يسمى وليمة، لا بأس به. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. تقول السائلة: ما حكم لبس البنطال أمام الزوج فقط؟ حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما هنا ملابس إلا البنطال. المرأة ما تلبس البنطال، ليس من لباس النساء، لأن البنطال أولا فيه تشبه بالرجال، وثانيا أنه يبين مفاتن المرأة، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس البنطال. هذا من الفتنة التي حدثت عند النساء. وما الداعي للبس البنطال؟ الداعي ما هو إلا محبة هذه الفتنة والتعلق بها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكرتم يا صاحب الفضيلة أنه يجوز شراء الأسهم في بعض الشركات المحلية، ولكن السؤال هو أنه لا يتم تداول هذه الأسهم إلا عن طريق البنك، وهو يأخذ على شرائها أو بيعها نسبة معينة، أي أنه كالسمسار بينك وبين الشركة صاحبة الأسهم، فما الحكم في ذلك؟ أنا ما أفتيت ولا قلت أنه يجوز شراء الأسهم في الشركات المحلية على الإطلاق، وإنما يجوز شراء الأسهم في الشركات الثابتة، شركات التصنيع أو الزراعة، الأشياء التي تنتج، الأشياء أو شركة الكهرباء، الأشياء التي تنتج غلات وأرباح، هذه يجوز شراء الأسهم منها لأنها أسهم ثابتة ومعلومة. إلا إذا كانت هذه الشركات تودع رصيدها في البنوك للاستثمار أو تقترض من البنوك بالفائدة، هذه حرام ولا يجوز شراؤها. أما إذا كانت شركات مصانع إنتاجية ولا تتعامل بالربا، فيجوز شراء الأسهم فيها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يشترط التلفظ بالتسوية حتى وإن كانت الصفوف مستوية؟ نعم، يستحب للإمام أنه يلتفت يمينا وشمالا ويتفقد الصف أو الصفوف ويقول استووا، تذكيرا لهم بذلك، ولئلا يتساهل بعضهم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا إمام مسجد، فإذا أقيمت الصلاة وسويت الصفوف، هناك شخص دائم التأخر عن القيام للصلاة، إما يقرأ القرآن وإما جالس فقط، وهذا يترتب عليه خلل في الصف، وكذلك يتأخر عن تكبيرة الإحرام، فما هو الواجب علي؟ هل آمره بالقيام للصلاة أمام جماعة المسجد، علما أنه أكبر مني سنا بكثير؟ هذا الواجب عليك أن تنصحه فيما بينك وبينه، تقول له: إذا أقيمت الصلاة فقم وكبر مع الإمام، واحضر تكبيرة الإحرام، ولا تتأخر، لأن بعضهم يظن أنه له يجلس إلى من الركوع. هذا غلط، لابد من القيام قبل الركوع بقدر قراءة الفاتحة على الأقل، هذا ركن. القيام قبل الركوع بقدر قراءة الفاتحة هذا ركن من أركان الصلاة، إلا لمن فاته ذلك ولم يحضر إلا عند ركوع الإمام، فإنه يركع مع الإمام ويجزي. أما إنسان جالس في المسجد ويقول خلوه لما يركع، هذا لا يجوز ولا تصح صلاته، لأنه فاته الركن، ركن القيام والصلاة. وعليك أن تنصحه وتبين له أن هذا خلل ونقص، قد يعرضه لفوات القيام كله، فلا تصح صلاته. ذكره بهذا لعله أن يتذكر. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: درسنا أن تحولهم كان عملا بالآية لا بخبر الواحد، فكيف توجهون ذلك؟ الآية ما بلغتهم، اللي بلغهم هو الواحد، هم ما سمعوا الآية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما عملوا بخبر الواحد الذي بلغهم عن نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل يقول أن عملهم بالآية؟ هذا جاهل ما يدري كيف يستدل. نعم، هم ما سمعوا الآية ولا حضروا نزولها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبرهم هذا الصحابي فعملوا بخبره. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من المستحب الصلاة في مسجد قباء غير يوم السبت؟ نعم. يقول: هل من المستحب الصلاة في مسجد قباء غير يوم السبت؟ نعم، لا بأس، يصلي يوم السبت أو غيره ما في مانع، لكن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل إذا أمكن. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الخط في المسجد لتسوية الصفوف؟ وما رأيكم في من يقول أن الخطوط في المسجد بدعة؟ والله تركه أحسن، ما في شك أنه من التكلف، من التكلف، ويفوت أن المأمومين هم اللي يكونون التسوية، يؤجرون على ذلك. إذا حطيت خط صار ما لحد ميزة ولا لحد اهتمام، فترك الخط لا شك أنه أحسن. أما أن نقول أنه بدعة فهذا صعب، ما يظهر لأنه بدعة، لكن تكلف، نعم، نوع تكلف، ويفوت على المأمومين الاهتمام بتعديل الصف من أنفسهم بدون خط. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يسوي الإمام الصف من مكانه أم أنه يتخلل الصفوف ويعدل المصلين؟ ينظر إلى الصفوف، فإذا رجل رأى من يخل بالصف يكلمه، ولو يقول: يا فلان، ولو كما كان علي رضي الله عنه وغيره يقولون: يا فلان، إذا رأوا واحد غافل عن تسوية الصف يسمونه باسمه: يا فلان تعدل. فهو ينظر إليهم وهو في مكانه، ولا يروح لما طرف الصف. أو نعم، بعض الصحابة أظن كأبي بكر وعمر يوكلون واحد يروح للصفوف ويعدلها، فإذا وكل واحد ما يخالف. أما أنه يروح يغادر مكان الإمام ويروح، هذا لم يرد في الأثر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل المقعد عن الكرسي يسوي أو يحاذي بالمنكب أم بالكعب؟ هذا معذور، المهم أنه ما يتقدم ولا يتأخر، وإنما يتساوى مع الصف بحسب إمكانه، حسب ما يستطيع، وهو معذور. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو ضابط السنة المؤكدة؟ السنة المؤكدة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر بها أمرا جازما. نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف؟ هذا لم يرد إلا عن بعض الصحابة، عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يقبل المصحف اجتهادا منه، ولا وهذا لم يرد به دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ما عدا الصحابي عكرمة رضي الله عنه اجتهادا منه، فينبغي أن لا يقبل المصحف. نعم، لكن يحترم المصحف ولا يضعه في التراب أو في مكان امتهان، يجله ويعظمه ويرفعه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل السيارة اليوم مثل الراحلة؟ السيارة قلنا لكم أنها غرفة، مثل الغرفة، أي مثل الراحلة، أي مثل الراحلة، هي غرفة صلي فيها كما يصلي في الغرفة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ربما يقال إن السائق هو اللي
له حكم الراكب على الراحلة، لأنه يوجه السيارة، فهو يصلي النافلة على حسب اتجاه السيارة، أما غيره فيتوجهون إلى القبلة ويركعون ويسجدون لأنهم في غرفة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم هذه العبارة: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه؟ لا أعلم أن هذا وارد من الأدعية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أعلم لهذا أصلا، ولكن يسأل الله عز وجل أن يكفيه الشر وأن يوفقه للخير. نعم. وأما القضاء فلا يتدخل فيه، القضاء من شأن الله سبحانه وتعالى، ألا يقول اللهم لا تقدر علي كذا ولا تقضي علي بكذا. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: هو ورد اللهم ما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته خيرا لي في الأمور كلها، هذا الذي يقال. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: صليت صلاة الوتر فزدت ركعة ثانية في الوتر، فهل أعيد الصلاة أم أسجد للسهو؟ تسجد للسهو، لأن هذه زائدة، لأن الركعة الثانية هذه زائدة، تسجد للسهو ولا يبطل الوتر. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.